إن من يود خدمة الناس لا ينظر إلى أي الطرق يسلك لخدمتهم، فنداء الوطن كان يوجب على النفس تقديم الجهد بكل السبل من خلال مختلف الحقب، لأن الوطن وإعماره ونماؤه لا يتأتى إلا بالحكمة. فكان بابكر هو روح الشورى والتشريع القويم وسيف الحق وقاضي الخير. قال تعالى: من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بابكر، الأمة اختارتك حكيما وناصحا، أمينا منها وعليها. إن الخير له مفاتيح عديدة تجسدت في الفقيد جلها، فكان سندا معطاء خيرا وداع إلى الخير. عجيبة، نحن لما جينا نسوي المركز الصحي، بابك الرجل مهندس الإنسان نشوف المركز الصحي حقنا ده ونشوفه من بعيد، طلع كمان كده دايرين نسوي المركز الصحي ده، والله يا جماعة رسموا بعصايا، رسم المركز ده بعصايا، إنه الغرف دي من هنا، الغرف دي من هنا، الأبعاد دي من هنا، وتنفذ الرسمة دي تنفذ زي ما سواها أخونا بابك. والله يا جماعة المركز ذا جونا أكثر من 20 غرية عشان يشيلوا شنو الصورة دي بتاعت المركز، ويقولوا لنا عليك الله دون الخرطة. والله نحن ما عندنا خرطة، لكن سبحان الله الخرطة هو في راس أخونا بابك.